جدا، طعمها حلو ما بيختلفش عليها اتنين، يحبوها الكبار والصغيرين. هنعمل البيتزا التركي، نبدأ على بركة الله ونشوف عملناها ازاي. هحط طاسة على النار فيها معلقتين زيت واشوح فيها اللحمة. هضيف 3 بصلات كبار مبشورين او متقطعين قطع صغيرة، هقلبهم جيدا عشان يتشوحوا كويس مع اللحم. التوابل هتكون اختيارية، انا استعملت كمون، كزبرة، ملح، فلفل اسود، كاري، بهارات مشكلة وشطة. هقلب كويس عشان اشوح التوابل مع اللحم. بعد كده هضيف فلفل الوان، لون واحد برضو ينفع، مفرومين في الكبة او متقطعين قطع صغيرة. بعد كده هضيف عصير طماطم، انا استخدمت 3 طماطميات بس، هتستخدموا اكتر براحتكم. وضفت كمان فصين من الثوم. هقلب كل ده مع بعضه واسيبه على النار يتشوح ويشرب كل السوائل اللي فيه، تنشف خالص لان مش عايزه فيها اي سوائل نهائي. كده خلاص الحشوه جهزت معانا، هركنها تبرد ونروح نكمل بقيه الخطوات. عندي كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقه من الخميره، معلقه من السكر، ومعلقه من الملح. هقلب كله مع بعضه وهعجن بالميه الدافيه. اللي عايز يعجن بلبن براحته، انا عجنت بميه عاديه خالص بس دافيه. هضيف بعد كده حوالي 3 معالق كبار زيت، كده خلصنا عجن، هغطيها واسيبها تخمر. خلاص كده الحشوة جاهزة باردة وتمام، وادي العجينة خمرت، هنفضي الهواء منها. هرش شوية من الدقيق، وهبتدي اقطع العجينة كور صغيرة. كده خلصنا تقطيع، هغطيهم واسيبهم يرتاحوا لمدة 10 دقايق. هبتدي افرد البيتزا، انا عايزاها سمك رفيع جدا لان انا هخبزها على الطاسة، فلازم تكون رفيعة ما تكونش تخينة عشان تكون مستوية كويس. بعد ما افردها هحط عليها الحشوة. هنفرد الحشوة على البيتزا بالكامل عشان تغطيها من كل مكان، وبعدين هنشيل العجين بالحشوة، بس هنشيله بحذر عشان الحشوة ما تقعش مننا، ونحطه في طاسة على النار وهغطي عليه، ومن وقت للتاني هبص عليه. أنا عاملاه على عين المتوسطة ومغطية عين البوتاجاز على الآخر، لفة المفتاح للآخر، الناحية اللي بتوطي منها دي كأنك بتوطي البوتاجاز، عاملاه على الآخر خالص، لفة لحد المفتاح ما يقف منك، وتغطي عليها وتسيبيها بقى بتستوي وتطلع في منتهى الجمال، ولا ناشفة ولا اي حاجة. هعملك طريقة اسهل، تحطي بيها الحشوة على العجين من غير ما تشيليها على ايديكي وتقع الحشوة من على البيتزا. لا، هعملها لك بطريقة حلوة قوي. هناخد العجينة بعد ما نفردها واحطها في الطاسة، وهبتدي افرد عليها الحشوة وهي في الطاسة، واغطي عليها واسيبها تستوي.
كل شوية هبص عليها عشان أتأكد إذا كانت استوت ولا لسه. في ملحوظة مهمة جدا، لما اجي اعمل البيتزا اخرجها من النار ما احطش البيتزا على بعضها، لا كل اتنين في وش بعض، وخصوصا اذا كنت هخزنها في الفريزر، ده لازم علشان عيش البيتزا ما يتعجنش من بعضه. لما احط تحت الوش البيتزا مع ظهر البيتزا اللي فوقيها البيتزا هتعجن. هستمر كده بنفس الطريقة، كل ده اختياري، وهنحط برضو الصوص اللي احنا نحبه او نفضله. طريقتها سهلة جدا وبسيطة. لو عندك بواقي شاورما تقدر تحطي فيها شاورما، لو عندك جبن وعايزة تضيفيها زيادة تقدر تحطي فيها، بس هي كده متكاملة العناصر الغذائية، فيها كل الفيتامينات، فيها بروتين اللي في اللحوم، فيها الخضروات، فيها كل حاجة. هناخد الكمية اللي تكفينا على قد الوجبة، واللي هيفيد هقولك تعملي فيه ايه. هجيب بلاستيك الغذائي او اي كيس بلاستيك عندك حجم كبير يكون على قد حجم البيتزا، ما عندكيش هتفردي بلاستيك غذائي، وهتحطي البيتزا كل اتنين في وش بعض، وهتلف عليهم البلاستيك. طبعا لو عندك كيس بلاستيك حجمه كبير تحطي فيه البيتزا هيكون افضل وهيكون محكم اكتر، بس احنا هنحاول بده المتوفر عندنا هنعمله. هنلفه اكتر من لفة بحيث ان هو ما يوصلوش تلج خالص للبيتزا، لان لو وصل عليها تلج هتعجن، فهنحاول نلف البلاستيك كويس جدا عشان ما يوصلهاش اي تلج وهي في الفريزر. هتشيليها في الفريزر لوقت ما تحتاجيها. وجبة سهلة وسريعة وتحت ايدك في اي وقت، مجرد بس بتطلعيها من الفريزر وتسخنيها في الطاسة بترجع طازة كأنك لسه خبزها بالظبط. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم.